السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة ودايما عامر. برحب بضيفنا الشيخ أحمد المالكي من عمان الأزهر الشريف، وفي انتظار أسئلتكم تليفوناتكم مكالماتكم اللي هنجاوب عليها معاكم على الهواء مباشرة. برحب بيك، أهلا وسهلا بيك. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب، الستر والصحة لينا جميعا يا رب. وناخد أول تليفون. عبير أهلا وسهلا. أهلا يا كل دعاء. أهلا يا حبيبتي، أهلا بيك. عاملة إيه؟ إزي حضرتك؟ كويسة الحمد لله تمام. ممكن اقول للشيخ احمد سؤال بسيط؟ طبعا اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمه والله، الحمد لله. انا عايزه اعرف معنى حاجه بس. اتفضلي. وهل دلوقتي الطيبه بقت زمان عيب؟ الطيبه؟ ليه؟ الطيبه بقت عيب؟ طب ايه اللي حصل طيب يا عبير؟ انا متجوزه لي 12 سنه. تمام؟ وعايشه يعني، والحمد لله برضه حماس وحمايه كويسه معاهم والكلام ده، مفيش اي مشاكل. مجرد ما يسمعوا مثلا من بره، يعني مش من بره، من البيت، فانا جت واحده جديده، مجرد ما قلت لهم بعدين بتقول كذا كذا عليكم صدقوها. طب انتوا مصدقين واحده لسه جايه؟ مش مصدقين العيش اللي انا عشتها معاكم؟ يعني انا يعني ربنا اللي يعلم، انا والدتي جنبي، انا ما كنتش بروح عند اهلي عشان اخدمهم واقعد معاهم واعمل لهم اكلهم وشربهم. انا مش وحشه، انا كنت شغاله يا شيخ احمد وكان معايا فلوس. انا فلوسي دي خليت حميته وحميته طول عمره من فلوسي انا، من شغلي انا. تعرفي يا عبير، عبير خليكي معايا لحظه. انت الطيبه عمرها ما كانت حاجه وحشه، عمرها ما كانت حاجه وحشه ابدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث دائما على الطيبة صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أن يكون الإنسان طيبا في قوله طيبا في فعله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خالق الناس بخلق حسن. والإنسان لما يتعامل مع الغير بالطيبة دي، ده خير، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وقولوا للناس حسنا. إذن أنا عندي أدلة كثيرة جدا بتقول: أو ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق ده اللي هو ما ينفعش لنا أكون فيه عندي فظاظة في القول ولا في الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم، شوف رب العالمين يقول له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وده سيدنا النبي. وربنا يقول لسيدنا موسى وهارون: فقولا له، يقولوا روحوا لفرعون وكونوا كده طيبين في الكلام كده، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني شوف، قولا لينا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذن ده أنا الطيبة دي مأمور بها في الأقوال والأفعال. طب أنا لو أنا ماشي كده والناس بتتكلم عليا، لا، هو الأصل اللي أنا عندي دين، فأنا بتكلم بالكلام الطيب وبعمل حاجة طيبة والفعل بتاعي كله طيب موافق للشرع الحمد لله، وعندي إحسان إن الله يحب المحسنين فبخدمهم وبعمل أكل وبعمل وعمل وعمل. غيري بقى قابل ده بالسيئة، مش عيب فيا أنا، ده العيب فيه هو، لأنه عنده قلة ديانة. قلة ديانة إن هو سمح للطرف الآخر إن هو يسمع منه، فاللي جاي له الطرف التاني ده، اللي جاي له ده أصبح نمام. نمام، تخيلي بقى، يعني هو ينطبق عليه اللي هو أنت بقيت نمام، والنميمة كبيرة من الكبائر. وهو سمح لنفسه أنه هو يسمع النميمة فيصدق. السلف الصالح ما كانوش كده أبدا. ده أنا عاوز أقولك أني أحيانا بعض الناس، أن الغيبة والنميمة يا أخوانا هي حرام بإجماع أهل، يعني ما فيهاش خلاف، ما فيش حد قال ممكن، يعني ممكن تبقى فيها قول، ما فيش الكلام ده. في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، عشان بس نعرف أحكام الغيبة والنميمة دي أحكام صعبة، وللأسف الشديد كتير من الناس ما بقاش عارف ده. الراجل بس لما شهد على نفسه بالزنا 4 مرات، ثم بعد ذلك أقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد، واحد قال للتاني: طب ما ربنا ستره، يعني ليه بتفضح نفسك؟ ففضح حتى رجم رجم الكلب. واحد سمع، أنا سمعت ما اتكلمتش، يعني فلان بيقول لي وانا ما اتكلمتش، ما قلتوش حرام، ما قلتوش حلال، سمعته خلاص. ما بعض الناس تحب كده يقول لك انا ما اتكلمتش يا مولانا، بس هو ما ردش عليه، فالنبي سمع وسكت. انتوا الاثنين يعني، واحد قال للتاني والتاني سكت. فمر النبي بجيفة حمار شائل، حمار شائل
اللي هو لما عزاكم الله الحمار بيموت يومين ثلاثة بتلاقي بطنه ترتفع ورجله ترتفع كده والريحة بتبقى صعبة قوي. فالنبي قال فين فلان وفلان؟ قالوا احنا اهو. قال كلوا، يلا كلوا من ده. فقالوا غفر الله لك يا رسول الله، مين ده؟ مين اللي ياكل من ده؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أكلتما أشد من هذه الجيف. احنا ليه؟ فين ده؟ مما نلتما من عرض أخيكما. يبقى النبي لما بيخاطب اللي قال ولا للمستمع كمان؟ الاثنين. مما نلت انتوا، الف الاثنين، انتوا الاثنين. طب وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ والله اني لارى لحمه بين ثناياكما، وفي روايه بين انيابكما، والله انه الان في انهار الجنه. خلاص. يبقى اذا احنا يا اخوانا بقى اللي احنا دي بقى عدم، ده قل الديانه. يبقى هي اللي عملوه ده قل الديانه. طب انا ازعل على الطيبه؟ لا، انا ما ازعلش، انا ازعل لو انا عملت العكس. يبقى انا افرح ان انا اطاعت الله رب العالمين فيهم وهم عصوا الله رب العالمين فيه. ولذلك احد السلف كان يقول ان لن نكافئ من عصى الله فينا باكثر من ان نطيع الله فيه. هو عصى ربنا فينا احنا، طب احنا نقابل بقى بالمعصيه ولا نقابل بايه؟ لا، نقابله بالطاعه. يبقى مين اللي هيتحمل الوزر؟ هو اللي هيتحمل الوزر. فما تزعليش ابدا وقولي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب معانا ام محمد، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم ورحمة السلام. الله وبركاته. اهلا يا حبيبتي، اهلا باحلى شيخ واحلى مذيعه واحلى برنامج والله. اهلا بيك يا حبيبتي، نورتيني. انا قلت معاكم على القناه الثانيه، يعني انا انتوا حبايبي والله. حبيبتي والله. ابى داخل اقول سؤال وحد يجي قدامي يخليني يخلي فعلا احنا ما نقع في حاجه يومات على الله، انه كنت جماعة من حاجه في حياتي ان نحن نحكي على بعضينا يا شيخ. بتعلق على اللي فات. نعم. ايوه، يعني الحاجة الوحيدة حقيقي ان احنا مش ما نقدر نربط لساننا، بس ما اقدر ان شاء الله ملجمه، ما اقدرش، مش عاوز احكي على حد بحلو ولا بوحش. سؤالي الاول، عاد ان انا ما اصلي العشاء وركعتين الشفاع والوتر وركعة الوتر، وبعد كده ما اصلي ثاني يوم ليل، يبقى يا مش ما اصلي الوتر. في واحدة برضه مدينة كده وقالت لا بصلي الوتر وبصليه تاني، هل ده ينفع يا شيخ؟ حاضر 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 يا فندم. هو وانا ربنا يتقبل منك. النبي عليه الصلاة، هو خلينا ناخد الصورة. لو ان انسانا صلى صلاة العشاء الاخرة اللي هي صلاة العشاء، ثم بعد ذلك صلى ركعات الشفعي ركعتي الشفع، ثم بعد ذلك صلى الوتر، خلاص، هل يجوز له أن يصلي قيام ليل بعد ذلك؟ نعم يجوز. هو اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا للاستحباب. يعني الأفضل اللي احنا نخلي آخر صلاة لنا هي ايه؟ الوتر. طيب والله أنا مش عارف هقوم مش هقوم، كابس عليا النوم وخايف إن الفجر يأذن عليا، فأنا صليت الوتر دلوقتي كويس؟ وبعدين ايه، شربت فنجان قهوه كده ففقت وصحصحت صهللت كده، قلت لا طب انا قاعد اعمل ايه، فرحت قايم مصلي ركعتين قيام ليل كده، صح كده صح. طيب اوتر تاني، هي خلاف فقهي يعني، لكن ما نوترش تاني. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا وتران فين؟ في ليله، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. هو خلاف فقهي، مش عاوز ادخل الناس في التفاصيل دي، لكن أدم أوترنا مرة خلاص نصلي بعد كده ومفيش مشكلة إن شاء الله. طيب معانا إيمان، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن عندي سؤالين بس معلش. اتفضلي. أول سؤال، أنا جوزي كويس جدا وهو محترم وابن ناس وكده، بس المشكلة في حاجة واحدة بس، إن هو بيشرب حشيش. ولما هو بيجي بيقعد 15 يوم وبيجي لنا هنا يعني البلد، بيقعد معانا، فأنا لما باجي أقول له انت بتشرب ليه وبتضايق وكده، بيقول لي انت نكديه، وانت لما باجي بتنكد عليا اليومين اللي بقعد فيهم. وان هو كده بيشيل لنا الذنب ان انا كده اللي نكديه، ان انا زعلانه ان هو بيعمل الحاجه دي ومنع الصلاه بسببها. طيب فين الطيبه؟ فين الطيبه وان هو كويس؟ يعني هو منع الصلاه؟ لا. وبيشرب ايه بقى هو تاني؟ كان كويس جدا وكان بيصلي الوقت في وقته، كان كان يا مكان يا ساده يا كرام، ولكن ايه اللي حصل بقى؟ ما بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، صح؟ أسأل الله أن يهديه يا رب، أن يعني يرده إليه. وتاني سؤال بعد إذنك، أنا عندي، أنا بقرأ في قرآن بس أنا مش بعرف أقرأ قوي. تقرأي قرآن وإيه؟
بمسك المصحف وبقرا، بس يعني ممكن ان انا تهته شويه او كده، فانا وكده عليا ذنب ولا حاجه؟ حاضر حاضر. يعني اولا في يا اخوانا، انا يعني القاعده بتاع كويس ومش كويس ده اللي هو ايه؟ يعني الانسان ده كويس ماله؟ يعني بيعمل ايه؟ ها بيصلي، بيصوم، يتعبد الى الله عز وجل، نقي السريره، عندوش لا يحمل حقدا ولا غلا، اخباره ايه في التعامل مع الله، التعامل مع البشر، مع الناس، التعامل حتى مع الحيوان، حتى يعني اخباره ايه؟ لا هو لما بيصليش يا مولانا بس كويس معايا انا، مش ده المقياس، اللي هو معايا انا، لكن مع الله ترك حق الله، ما بيصليش، طب كمان ده بيعمل حرام، بيشرب حشيش، يعني ده يرتكب حراما كبيرا. وبالتالي اللي زي ده نعمل معاه ايه؟ النصيحه، ننصحه، نقول له اتق الله، لان انت في النهايه الله ناظر اليك، ما تخليش ربنا يقول عبدي اجعلتني اهون الناظرين اليك، يعني تستحي من العبد ولا تستحي من المخلوق ولا تستحي من الخالق، لانك انت لو عرفت ان في حمله جايه دلوقتي هتخبط وهتقتحم البيت دلوقتي وانت بتشرب الحشيش هتموت في نفسك، فانت خايف من البشر، فما بالك برب البشر سبحانه تبارك وتعالى. فالنصيحه، الدين النصيحه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. مساله قراءه القران، لا انا بقرا القران وبتهته فيه، اتتعتع في قراءه القران، فعلماءنا يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا ان شاء الله ليك الاجرين باذن الله تبارك وتعالى، لكن بشرط. الشرط اللي هو ايه؟ اذا كانت عندك المقدره على تعلم كتاب الله تبارك وتعالى حتى تستطيع ان تقيم حروف كلام الله عز وجل، فلا بد ان تفعل. يعني ما تقولش خلاص انا ليا اجرين فطنش بقى، يقول لك لا روح اتعلم. ما مولانا ما لسه بقى وهروح، وما اقعد في بيتك وتعلم، افتح المصحف المعلم لسيدنا ومولانا الشيخ الحصري رحمه الله عليه وعلى جميع قرائنا، فاتعلم. ولذلك كان سيدنا الشيخ الحصري عليه رحمة الله كان الكتاب بتاعه اللي هو الخاص بالتجويد كان يقول كده، يقول والذي يقرأ القرآن دون مراعاة لأحكام القرآن هو قادر على أن يتعلم هذه الأحكام فلا شك أنه آثم. ليه؟ من لم يجود القرآن آثمه، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الآداء والقراءة، كما يقول ابن الجزري عليه رحمة الله. معانا أم أنس، أهلا وسهلا أم أنس معايا؟ أيوة السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. أيوة سمحت ممكن أسأل الشيخ على حاجة؟ تحت أمرك يا فندم، اتفضلي اتفضلي يا أم أنس اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بروح عند حماتي وكل يوم يعني باستمرار، فحصلت مشكلة بينها وبين جوزي علشان خاطر بنتها، وحطوني أنا في الموضوع وقالت له أنا بكرهك أنت وعيالك وما تجيش عندي ومش عايزة أشوف مراتك تاني، وأنا ما كنتش بعمل لها أي حاجة. أنا بالعكس كان ممكن هي يعني كانت رافضة إن هي تاخد فلوس من جوزي قبل كده، أو الكلام دوت كنت أنا باجي من وراه بديها فلوس، أقف معاها لو عايزة حاجة مني، كانت عاملة مشروع كنت أنا واقف معاها. فبعد كده لقيتها هي بقى اتغيرت علشان خاطر بنتها، عشان جوزي عامل معايا مشاكل وبتقول له محدش يجي لي. جوزي دلوقتي شغال شغلانه غير اللي كان شغالها، يعني الحال ما بقاش زي الحال، وليه اخ تاني، فهي عامله له كارد، عامله اخد تاني كارد تمام، وابتدي اخد تاني مصاريف. فانا بقول لجوزي ارضيها ويعني ما نقتصرها ما نتكلمش معاها تاني، فانا غلطانه. انت بتقولي لجوزك ان هو يقتصر مامته ولا انت اللي تقتصريها؟ انا اقتصر، انا مش انت. دعوه هو يتعامل معاها ويروح يراضيها. تمام. انا بس بسالك يا ام انس، مين قال لك ان هي قالت انا بكرهك انت وعيالك وبتاع؟ هو اللي قال؟ طيب هي قفلت. لو الزوج قال الكلام ده يبقى يعني راجل غلطان، يعني تمام قوي. تمام من الناحيه الثانيه يعني، صلى الله السلامه يا رب. لكن هو شوف يا مؤنس، احيانا الانسان لا عندما يعني يصيبه الغضب
او يصابوا بحاله الغضب الشديد بيطلع احيانا كلام كده هو ما مش بيبقاش قصده. ما بقاش قصده، يعني بيبقى ليس عن تعمدي، ولكن هو ايه من باب انا عاوز اخرج الطاقه اللي جوايا، فانا بكرهك. طب بقول لك وبكره عيالك ومراتك، مش عايز اشوف خلافاتكم. هو مين اللي عامل المشكله؟ هو الزوج ابنها، فهي مش قصدها ان هي تكرهك انت، ولا ما فيش حد بيكره احفاده على فكره، يعني ده اعز الولد ولد الولد يعني، ودي فطره موجوده في الانسان. لكن هي ربما يعني الغضب شديد، او مثلا زوجك عمل حاجه شديده جدا فخلاها تنطلق بهذه الكلمات اللي هي ممكن تكون صعبه، فانت لا تؤاخذ على هذا الكلام. نقول معلش بنعذرها، ابنها برضو ممكن يكون غلط فيها، ابنها مش عارف كذا، نقتصر؟ لا، ده بالعكس، انا اقدم الاحسان، اروح اقول لها يا ماما طب وانا ذنبي ايه؟ هو فعلا غلطان يا ماما، وانا هجيبه ان شاء الله لغايه حضرتك، وادي راسك يا بصه، وادي بايدك يا بصه. في النهايه احنا عايشين، لما نيجي يا اخوانا ربنا يا رب يحفظ كل اب وكل ام، ويرحم ابائنا وامهاتنا يا رب من مات منهم، احنا عايشين بالبركه بتاعتهم، احنا عايشين بدعائهم. فلو هم يبقوا موجودين فانا مش محتاج ان زوجي يختصر ويقول له لا انا ماليش علاقه، لا ده بالعكس، ده انا عاوز اروح واقول لها ماما معلش، وانا اللي اقدم الصلح، وانا اللي هبص راسها وايديها، لان دعائها ده يعني ما شاء الله يفتح لنا ليله القدر. تقول له طب خلاص روحي يا بنتي، ربنا يحفظك، وربنا يبارك لك في اولادك، وربنا يهدي، بدل ما قلت انا كارهه وكارهه وكارهه، هتقول في النهايه ربنا يهدي. فدايما اقول كما قال احدهم، نحن لن نكافئ من عصى الله فينا باكثر من ان نطيع الله فيه. طيب معانا مها، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مها. ايوه يا فندم. اتفضلي يا حبيبتي. كنت عايز اسال الشيخ سؤال. اتفضلي اول سؤال. علم المواريث. ماله؟ ماله المواريث؟ قولي سؤالك يا حبيبتي. ماشي، جوزي كان يتوفى وساب مبلغ، يتوزع ازاي؟ عنده اولاد؟ ايوه، ولدين وثلاث بنات. خلاص انت بتاخدي الثمن والباقي للذكر مثل حظ الانثيين. عنده اب؟ ابوه موجود؟ امه موجوده؟ هي قفلت. لو موجودين او حد منهم، يعني الاب لو موجود بياخد السدس، لكن هي لو ما فيش الا الاولاد مثلا فيه الزوجه، هيبقى هي بتاخد التمن لوجود الفرع الوارث، وبعد كده الاولاد ذكور واناث للذكر مثل حظ الانثيين. ونحن لا نتكلم في المواريث على الهواء مطلقا ولا في الهاتف حتى. لا يا اخوانا تاني، لا ميراث ولا رضاع ولا طلاق. طيب معانا اسراء، اهلا بيكي. ازاي حضرتك يا استاذه دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. هو انا عندي سؤالين. اول سؤال عايزه اعرف فضل قراءه الحواميم، ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هو كان في ست معانا في الشغل وكده، هي كانت محتاجه ماديا وكده، فانا جمعت لها مبلغ واديته لها كصدقه وكده. فالمهم ان هي تاني يوم لقيتها جايه وبتشتكي من الظروف والديون وكده، فانا بيني وبين نفسي اتضايقت منها، يعني انا مدياكي تاني اول يوم امبارح يعني مبلغ كبير، وتاني يوم يعني بتتكلم وكده، فانا بيني وبين نفسي اتضايقت منها، فبحكي يعني لوالدي ووالدتي ان انا متضايقه منها وهي بتعمل كده ليه ومش عارف ايه. يعني هل ده يعتبر فضل او ثواب الصدقه اللي انا تصدقت بيها كده خلاص؟ ليه؟ ثواب يعني ضاع بتاع الصدقه اللي هي ايه؟ هي ادت لواحده صدقه فلوس، وبعد كده راحت اتكلمت مع باباها ومامتها وقالت لهم هي بتطلب تاني ليه، ما ندت لها مثلا كذا. ماشي. يعني خلينا نرجع للسؤال الاولاني. احنا عندنا الحواميم اللي موجوده في القران وهي سبعه، لو نظرنا اليها نظره هنلاقيها هي دائما متعلقه بقضايا اليوم الاخر. قضايا اليوم الاخر وما الى ذلك. فالاصل في الانسان ان هو يحاول قدر الامكان ان هو يعني ينظر اليها نظره، يحاول ان هو يعلق قلبه باليوم الاخر وما الى ذلك. الامر الثاني اللي هو انا اديت صدقه، فبعدين بقول هو بيعمل كده ليه؟ اذا كان القصد، وانا اعتقد ده مش قصدك، يعني اللي هو انا ما اديتها قبل كده، هو ليه بتطلب تاني؟ يعني هو عامل ايه؟ اللي هو من باب سؤال استفهام.
لكن مش من باب الاخبار. انا عملت من باب الرياء، انا اعتقد ان ده مش موجود يعني، لو كان ده موجود اللي هو من باب الرياء فطبعا حبط العمل ولا شك، لكن هو من باب ده لا مفيش مشكله خالص ان شاء الله. والامر نسال الله ان يتقبل منك، وان كان الاولى اللي احنا ما نقولش، لكن لو قلت لا مفيش حاجه ان شاء الله باذن الله. لو كانت النيه ايه اللي هو انا بسال بس، طب ليه؟ مش قصدي الرياء والمفخره باعطاء الست دي المال يعني. طيب معانا تليفون ام مي. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازاي حضرتك يا سوداي؟ تمام يا حبيبتي، اهلا بيكي. اهلا بيكي. ممكن بس عندي سؤال لحضرتك الشيخ. اتفضلي. ازاي حضرتك حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. ايوه بس حضرتك حضرتك الشيخ، انا كنت كلمت حضرتك قبل كده، فعندي يعني مشكله مع بيتي على طول بيدعي عليا. بيدعي عليكي؟ اه بيدعي عليا، وانا لما بقول له حرام كده عليا لسه اول امبارح بيقول لي هو انت هتخلي لي؟ بقول له انت هتخلي لي؟ لما يكون اي نقاش ما بيننا نتكلم بيدعي عليا، بقول له حرام ما تدعيش عليا. طيب انت تعرفي انه ارتكب كبيره من الكبائر لانه استطال ويعني دعا الله عز وجل عليك بغير ذنب. نعم قولي السؤال الثاني. هي تقول الاسئله وتقفل وحضرتك جاوبي. شخص حضرتك هي مامته زمان كانت بتساعد ناس. مامته كانت بتساعد ناس؟ لا مامته انا كانت بتساعد من ناس الله يرحمها. الله يرحم الجميع. فانا كنت بقول لها لا ما تديهمش يعني فلوس وكده. هما هي والدتي توفت واللي هي كانت بتساعدها توفت، انا كده حرام عليا؟ كان زمان يعني وانا ايوه بيه. ليه ما تديهمش فلوس ليه؟ ها؟ ليه بتقولي كده؟ ليه قلتي كده؟ انا كنت بقول لها لا هما كانوا فعلا محتاجين، الناس دي كانت محتاجه وماما كانت بتساعدهم، وانا كنت بقول لها لا حرام تديهم فلوس. ليه؟ ما كانوش محتاجين الفلوس ولا ايه؟ لا هما كانوا محتاجين وانا كنت بقول لها لا حرام يعني. وماما كانت بتسمع كلامك يعني ولا لا؟ لا كانت هي بتديهم وساعات تسمع كلامي وساعات لا. ايوه هو الشيخ بيسالك انت كنت بتقولي لها ما تديهمش ليه؟ ايه كان سبب بتاعك هي ايه؟ هي كانت ساكنه يعني واحده كانت ساكنه معانا في البيت زمان، فجوزها كان بيسيبها من غير اكل وشرب يعني، فهي كانت بتاخد من ماما كل يوم 50 جنيه. ايوه برضو انت كنت بتمنعي ليه؟ كانت بتقول لها 50 جنيه، تقول لي حرام تجيبها انا بديها فلوس عشان تاكل مالكيش دعوه، كنت انا اقول لها لا ما تديهاش حاجه. طيب مناع للخير معتد اثيم. كنت غلطانه يعني. ليه تمنع ليه تكوني ما... ليه تمنع الخير؟ ليه ويمنعون المعول؟ ليه؟ على أي حال استغفري الله عز وجل وتوبي إليه سبحانه وتعالى، إنه تواب كريم سبحانه جل وعلا. هي كانت سألت سؤال في الأول بتاع جوزها اللي بيدعي عليها. دي يا أخوانا لا يجوز أصلا، يعني لا يجوز للإنسان بأي حال من الأحوال أن يدعو على آخر بغير ذنب. ولذلك علماءنا رحمة الله عليهم كانوا بيتكلموا في المسائل دي إن هي من المسائل التي ربما تصل إلى كبيرة. يعني الاستطالة في عرض الإنسان وسبه ولما يدعي بقى على مراته يعني في البيت ضغينة وهي دي المودة والدعاء عليه دي أذى، ده أذى تقريبا أعتقد دي الكبيرة رقم 59 عند ابن رجب ابن حجر الهيتمي في الزواجر أعتقد يعني على ما أتذكر، لكن هو من ضمن الكبائر اللي هو الاستطالة اللي هو الاستطالة في عرض الإنسان بالسب والشتم والدعاء عليه، لأنه في النهاية بيؤذي هذا الإنسان، فجوزك بيفعل منكر عظيم جدا، هذا لا يجوز أصلا. والأصل بدل ما دعا على فلان حتى لو غلطان هقول إيه؟ يعني ربنا يهديه، ربنا ياخده إلى جنته كده يعني. طب هنطلع فاصل يجوزه جهنم كده يعني. بشكرك يا شيخ احمد. احنا هنطلع فاصل وهستناكم مشاهدينا بعد الفاصل.